المسيرة النهاردة إقالة النائب العام تطبيق قانون العزل على حلول النظام السابق، تأجيل الانتخابات، تأجيل جولة الإعادة لحين الانتهاء من قانون العزل، تكوين مجلس رئاسي مدني، وده أعلى سقف مطالبنا إن شاء الله. وبإذن الله هنحققه إن احنا نكون مجلس رئاسي مدني مكون من كل فئات الشعب. النهارده كل الشعب المصري النهارده في كل ميادين مصر لحاجه واحده بقت لا غير، وهي ما تبيل عليها، وهي رقم قرار واحد، وهو تفعيل قانون العزل السياسي. ده اهم حاجه، ان احنا نتفق على راي واحد، ان ده كله بيتحد على كلمه واحده، وهي تفعيل قانون العزل السياسي.